بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي بقى عن أوامر الأسمبلي نفسها، بس تعالوا ناخد كده مثال سريع نراجع بيه على اللي شفناه في المحاضرة اللي فاتت. لو افترضت إن أنا عندي الأربع ريجسترز AX PX CX DX، عايز أحط الكونتنت بتاعهم أبدله ما بينهم وما بين بعض، يعني اللي في الـ AX يروح الـ PX، واللي في الـ PX يروح الـ CX، اللي في الـ CX يروح الـ DX، واللي في الـ DX يروح الـ AX، وانا ما اقدرش استخدم اي حاجة تانية غيرهم، يعني غير الريجسترز دي باعتبار دول اللي عندي. ازاي اقدر اعمل العملية ديت؟ ممكن توقف الفيديو دلوقتي تفكر شوية في طريقة للحل، وبعدين تكمله وتشوف معانا الحل هنعمله ازاي. المسألة دي الحقيقة ليها كذا طريقة للحل. اول طريقة هنشوفها دلوقتي، زي ما اخدنا في الستاك سيجمنت احنا ممكن بنستخدم اوامر بوش وبوب. بوش علشان ندخل حاجة في الستاك، وبوب عشان نطلعها من الستاك. فبالتالي انا ممكن اعمل بوش للاي اكس، بعديها بوش للبي اكس، بوش للسي اكس، وبعدين نعمل بوش للدي اكس. كده انا حطيتهم فوق بعض في الستاك بتاعي. طيب ايه اخر حاجة انا عملت لها بوش؟ هي الدي اكس. طب طبقا للي فات انا المفروض الدي اكس دي عايزها تتحط في مين؟ عايزها تتحط في الاي اكس، يبقى بالتالي هعمل بوب اي اكس. نلاحظ ان اوامر البوش هنشغلها هنا عكس البوب، يعني احنا لما بنعمل بوش بنحط الحاجة في الستاك، بندخلهم فوق بعض. لما بعمل بوب بيطلعوا اخر حاجة انا حطيتها هي اول حاجة هتطلع لي. فاخر حاجة انا عملت لها بوش كانت الدي اكس. لما هعمل بوب اي اكس معناها انا بقول له هات لي اللي كان على وش الستاك وحطه لي في اي اكس. لاحظ انا ما بقولوش دور لي في الستاك هو مين اللي كانت الاي اكس ومحطوطة، لا خالص، بوب بتجيب اللي على الوش وخلاص. بعديها بوب دي اكس، لان اخر حاجة قبلها كنت انا حطيتها كانت السي اكس، يبقى لما هطلعها هتطلع في الدي اكس، ونكمل لحد بوب سي اكس بوب بي اكس. كده بعد العملية ديت هيكون حصل النقلة في الريجسترز اللي احنا قلنا عليها. تعالوا بقى ندخل في الاسمبلي كود بتاعنا. لما تيجي تكتب اسمبلي بروجرام، في جزء كده يعتبر ثابت او شبه ثابت بنحتاجه في الكود بتاعنا. اول جزء في برنامجك هو بيقول الكومنتس عن البرنامج دوت. المفروض ان انت تكتب في بداية البرنامج هو البرنامج دوت بيعمل ايه. زي ما قلنا الكومنتس دي تعتبر مهمة اوي في الاسمبلي، عشان كده احنا بنحبذ بشدة ان انت تكتبها. بعد كده بنحدد الموديل بتاع البرنامج بتاعنا. الموديل بتاع البرنامج بتاعنا دي كأني انا ببلغ الاوبريتنج سيستم انا البرنامج بتاعي محتاج ميموري قد ايه. هنشوف بالتفصيل بعد شوية أنواع المودلز بتاعتنا، ولكن أشهر موديل احنا بنستخدمه الموديل سمول، يعني إن البرنامج بتاعنا صغير، وهنشوف أنواع المودلز بعد شوية. بعد كده بنبدأ نحدد السيجمنتس اللي عندنا. احنا قلنا احنا عندنا تلاتة سيجمنتس أساسيين، اللي هما الكود سيجمنت، الداتا سيجمنت، الستاك سيجمنت. الإكسترا سيجمنت ممكن نستخدمها بس عادة ما بنستخدمهاش، عشان كده احنا مش هنعرفها، ومش يعني ولما بنحب نستخدمها حتى بنستخدمها مباشره، وهنبقى نشوف الاكسترا سيجمنت بعدين. لكن احنا نقدر نقول ان الثلاثه سيجمنتس الاساسيين بنحطهم حسب ما احنا محتاجين. يعني لو انت البرنامج بتاعك فيه عمليات بوش وبوب، يبقى انت المفروض ان انت تحط دوت ستيك وتحدد انت عايز الستاك بتاعك يبقى السايز بتاعه قد ايه. خد بالك احنا بنحدد هنا السايزز عشان بنبلغ الاوبريتنج سيستم وهو بينفذ البرنامج بتاعنا احنا ايه الحجم اللي احنا محتاجينه، فيعمل حسابه فيه. لو انت ما عندكش حاجه محتاج لها بوش وبوب ولا كول ولا اي حاجه من اللي هي بتحتاج الستاك، يبقى في الحاله دي مش محتاجين الستاك سيجمنت، ولكن ينصح بشده انك تحط دوت ستاك وتحط السايز اللي انت عايزه. بعديها بنحدد الداتا سيجمنت. الداتا سيجمنت هي اللي احنا بنعرف فيها الفاريبلز بتاعتنا. فانت بنحط دوت داتا وبعدين نبدا نعرف الفاريبلز بتاعتنا زي ما هنشوف بعد شويه. بعدها بنحدد الكود سيجمنت. في الكود سيجمنت بنقول دوت كود، وبعدين نبدا نكتب المين بروسيجر بتاعنا.
لو انت كنت درست سي بلس بلس فانت عارف ان البرنامج السي بلس بلس بيبدا من اول فانكشن اسمها مين، هنا احنا بنسميه بروسيجر ولاحقا هنعرف ليه، ولكنه حاجه كده شبه الفانكشن. هنا بنفضل ان احنا نسميه مين، هو مش اجباري خالص ان احنا نسميه مين، احنا ممكن نسميه باي اسم، لكن اتعودنا ان البروسيجر الاساسي اللي البرنامج بيبدا من عنده بنكون مسمينه مين. طيب فاحنا بنعرف الكلام ده بان احنا بنقول مين بروسيجر، وبعدين بنحدد البروسيجر ده فار، هنشوف يعني ايه الحته فار دي. مين بروسيجر يعني عرف لي بروسيجر اسمه مين، نوعه فار، ممكن ما يبقاش فار ممكن يبقى نير. طيب وفي النهاية بقفل البروسيجر بتاعه بمين اند بي، او اللي هي مين اند بروسيجر، كده يبقى ده كده البروسيجر بتاعي. ممكن اعمل كذا بروسيجر تحت بعض كأنك بتعمل كذا فانكشن تحت بعض. طيب ازاي البرنامج هيعرف انهي فانكشن بعينه او انهي بروسيجر بعينه هو ده اللي هيبدأ يشتغل من عنده؟ نلاحظ ان السي بلس بلس كانت مثبته الموضوع ده وقالت انا دايما هبدأ من الفانكشن اللي اسمها مين. هنا احنا قلنا لا خالص، انت ممكن تسميها بأي اسم. هو هيعرف منين هيبدأ منين من انهي بروسيجر؟ اخر سطر في البرنامج بتاعي بيكون اند وبعدها اسم المين بروسيجر بتاعي اللي هو عندنا هنا مسمينه مين، يعني اللي هو اول بروسيجر البرنامج يبدأ يشتغل من عنده. اصلا انا ممكن البرنامج بتاعي يكون فيه كذا بروسيجر، يعني ممكن نلاقي مين بروسيجر وفي اخره مين اند بي اند بروسيجر، ممكن نلاقي بعد كده سميشن بروسيجر بعدين سميشن اند بروسيجر، مالتيبليكيشن بروسيجر بعدين مالتيبليكيشن اند بروسيجرز، كل دول بيكونوا بروسيجرز وبيتكتب جوه كل بروسيجر الكود بتاعه. طيب لو بصينا في المين بروسيجر هنلاقي ان في سطرين كود موجودين. احنا الطبيعي ان احنا بنكتب جوه اي بروسيجر الكود بتاعنا مباشره، الا ان المين بروسيجر عاده بنحط السطرين دول فيه. السطرين دول معناهم ايه؟ معناهم اني بقول له اعرف ان الداتا سيجمنت هتكون بتشاور على الدوت داتا اللي انا كاتبها لك هنا. هو طب هو مش هيعرف من نفس الموضوع ده؟ لا عادي، هو ممكن ما يعرفش، لان انا لازم انا اللي حدد له ان الداتا سيجمنت موجوده فين في الميموري. فانا طالما كنت كاتبها هنا في الكود بتاعي فباجي بقول له حط لي الاد داتا اللوكيشن بتاع الداتا اللي هو البيز ادرس بتاع الداتا اللي انا كاتبه هنا، حطه لي في الدي اس. بس احنا البيز ادرس ده بيكون رقم، واحنا اتفقنا ان ام موف ما بينفعش يحول ايميديت فاليو او رقم مباشره على الدي اس، علشان كده انا بحط دايما سطرين كده كانهم ثابتين دايما، اني اقول له حط الاد داتا في اي ريجستر وليكن الاي اكس وبعدين اللي في الاي اكس في الدي اس. طب ماذا لو ان انا نسيت احط السطرين دول؟ ايه اللي هيحصل؟ عادي خالص، الاوبريتنج سيستم مش هيعترض، هيستخدم اللي موجود في الداتا سيجمنت which is garbage، انا ما اعرفش ايه اللي موجود فيها اي كلام. فاللي هيحصل هنا انك هتيجي في الكود بتاعك اثناء ما البرنامج شغال تقول له مثلا هات لي الفاريبل اكس، حط لي الفاليو بتاعته في ريجستر اي اكس. هو عشان يعرف فين الفاريبل اكس احنا اتفقنا انه بيروح يبص على اللي موجود في الدي اس از بيز، والاكس دي بالنسبه له هي هتكون الاوفست. من هيحصل من خلال البيز والاوفست اللي هو اللوجيكال ادرس يقدر يحسب الفيزيكال ادرس ويعرف يروح فين في الميموري ويجيب الداتا اللي موجوده في الفاريبل اكس. طب دلوقتي الدي اس عندي فيها بجربش، انا ما عملتلهاش فيلنج بالبيز ادرس الصح اللي هو هنا، ايه اللي هيحصل؟ هيروح يجيب الموجود في اي مكان في الميموري بقى انت وحظك، وهتلاقي الكود بتاعك شغال غلط وانت مش عارف ايه سبب ان هو شغال غلط. الفاريبلز انت حاطط في الفاريبل مثلا فاليو 3 ومع ذلك عمال لما بتيجي بتريف الفاليو تلاقيها جايه لك 17 200 اي حاجه، انت مش عارف ايه دي ليه عمال تجيلك بالحاجات دي. والمشكله مش بس انها هتجيلك 17، الكوميدي في الموضوع ان كل مره هترن البرنامج هتجيلك بفاليو مختلفه تماما، لان كل مره انت ما تعرفش الدي اس انتهت وكان فيها فاليو كام. فبالتالي احنا حتى ما بنقولش هو هيكون النتيجه ايه، احنا بنقول ان الناتج بتاع البرنامج في الوضع ده بيكون جاربج ما اعرفش ايه هو. طيب نيجي بقى لتعريف الفاريبلز. مع اي لغه برمجه جديده انت بتتعرف عليها انت محتاج تتعرف على شويه اساسيات، ازاي تعرف فاريبلز، ازاي تعرف اريز، ازاي تكتب اساينمنت ستيتمنت، ازاي تكتب اف كونديشن، وايل لوب او فور لوب، وات ايفر اللوبز بصفه عامه، وازاي تقدر تعمل الحسابات بتاعتك. هما دول الحاجات اللي ان شاء الله هنحاول نتكلم عنهم النهارده، وبالاضافه لكده ازاي نتعامل مع البروسيجرز اللي هي ما يوازي فانكشنز في بعض اللغات التانية، وازاي نقدر نستخدمه.
بالنسبة للفاريبلز، الاسمبلي ما عندوش انواع من الفاريبلز، لكنه عنده سايزز من الفاريبلز. يعني ما عنديش حاجة اسمها فاريبل انتجر وفلوت ودبل وي 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 اللي موجودين في سي بلس بلس، لا اطلاقا. انا عندي فاريبل السايز بتاعه 1 بايت، فاريبل السايز بتاعه 2 بايت، فاريبل 4 بايت، 8 بايت، 10 بايت، هو ده كده. احنا تعاملاتنا مع الفاريبل بالشكل ده. يعني لما احب اعرف فاريبل من السايز بتاعه 1 بايت بنقول له دي بي ديفاين بايت. لما احب اعرف فاريبل السايز بتاعه 2 بايت بنقول له ديفاين وورد. ديفاين وورد الوورد بتكون 2 بايت اللي هي 16 بت. لما احب اعرف فاريبل 4 بايت بنقول له ديفاين دبل. دبل يعني دبل وورد، اختصار لدبل وورد. دبل وورد يعني 2 وورد، 2 وورد يعني 4 بايتس. دي كيو ديفاين كواد وورد، كواد وورد يعني 4 وورد. 4 ووردز يعني 8 بايتس. طيب بعد كده عندي دي تي ديفاين 10، يعني عرف لي فاريبل السايز بتاعه 10 بايتس. ايه ده؟ طب وهو هيعرف منين الفاريبل ده هيتحط فيه كاركتر ولا انتجر ولا فلوت ولا؟ لا خلاص، هو مش هيعرف وعنده ما عرف اطلاقا. احنا هنا بنتكلم على اسمبلي مش على سي بلس بلس، احنا على لير تحت قوي. كل اللي بنشوفه شويه اصفار وحايد. يعني ايه اللي هيخليه يقول ان ده كاركتر او انتجر او فلوت؟ انت هتستخدمه ازاي؟ وده اللي هنشوفه بعد كده لما نيجي نتعامل مع الحاجات ديت. لكن هو في الاخر بيتكلم انا عندي فاريبل وحطيت فيه شويه داتا، شويه اصفار وحايد وخلصنا. طب لو عايزين نعرف arrays، array من اي نوع؟ ال array عندنا هنا هو عبارة عن كذا variable ليهم نفس الاسم وبيكونوا من نفس السايز. يعني هنا مثلا انا جيت في الداتا سيجمنت عرفت ده كده بدي اسم ال variable اللي انا عندي byte data، ده كده اسم المتغير بتاعي byte data. بعدين حددت نوعه define byte، ده نوع بايت. وبعدين حطيت initial value 52H. 52H زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان ال 1 digit 4 bits، يبقى 52 دول 2 bits اللي هي سوري دول 8 bits اللي هي 1 بايت، هيتحطوا في ال variable اللي انا سميته byte data. ولو انا عايز اعرف منه array of bytes بدي اسم ال array، يعني ده بايت داتا مني، ده array of bytes. النوع بتاعه define byte دي بي اللي هو define byte. وحطيت ال initial values بتاعته 12 15 19 ورا بعض. هنلاحظ هنا حاجتين. اول حاجة ان احنا هنا بنحط نوع ال variable بعد اسمه بعكس السي بلس بلس، وان كان زي الفيجوال بيزك لو انتوا تعرفوا اللغات في بي دوت نت. فالنوع هنا بيجي بعد اسم الفاول. المسافات دي مش مشكلة عادي، احنا بس بنحطها عشان يبقى شكل الكود نظيف مش اكتر. ونلاحظ هنا ان انا لازم انيشاليز الفاليو، فاليو للفاريبل. ايه ده؟ يعني انا ما ينفعش احط فاريبل من غير انيشاليزيشن؟ لا عادي، لو انت مش عايز تحط له انيشاليزيشن ده ممكن بانك انيشاليزه بعلامه استفهام. يعني بنحط هنا كويستشن مارك، معناه انا بقول له انيشاليز بانون فاليو. في الحاله دي بيكون جواه جاربج مش زيرو. ناخد بالنا، علامه استفهام معناها انيشاليز الفاريبل ده انون، يعني ما تعملوش انيشاليزيشن، سيبه زي ما هو. بعكس لو انا حطيت هنا زيرو، زيرو يبقى انيشاليز باي زيرو which is different. اوكي، الزيرو ده رقم، لكن علامه الاستفهام اللي هي كويستشن مارك ديت لما بنحطها هنا معناها سيبه ان انيشاليزد، سيبه بالجاربج اللي جواه وات ايفر ايه هي اللي كان موجود في الميموري. اوكي، بعد كده وورد داتا ده اسم الفاريبل، وعرفنا ديفاين وورد، وحطينا هنا فاليو السايز بتاعها 2 بايتس 1 2 3 4 ده كده 2 بايتس. دبل وورد داتا بنحط دي تي، كواد وورد دي كيو، 10 وورد دي تي. اوكي، هنا احنا هنا بنحدد السايز بتاع كل فاريبل. عرفنا، شفنا كده عرفنا ازاي الفاريبل وازاي قدرنا نعرف array of الفاريبل دوت. تعالوا ناخد مثال كده. لو افترضت ان انت مطلوب منك تعمل برنامج هتعرف فيه 3 فاريبلز، ال A هنحط فيها 3، ال B 2، ال C 1 2 H 12 H، وبعدين عايز اعمل فاريبل رابع يجمع الثلاثه فاريبلز دول.
واحد يقول لي اه طيب ده كده تمام، كل فاريبل من دول 1 بايت حلو، يبقى احنا نعرف كل واحد فيهم ايه، ديفاين بايت 3، بي ديفاين بايت 2، سي ديفاين بايت 12، ومجموعهم الدي نحط دي ديفاين بايت ونخليها undefined بالشكل ده. يعني نحط الـ A بـ3، الـ B بـ2، الـ C بـ12، والـ D undefined. تمام لحد هنا ده جميل وده صح، لكن هتقابلك مشكلة ما تيجي تجمع. ايه بقى المشكلة دي؟ انا هبدأ في البرنامج بتاعي اقول له ابدأ لي initialize الـ D بـ0، تمام، بعدين بقول له حط لي اجمع لي add دي كوما ايه. احنا متعودين ان اد معناها بتقول له زي الموف كده، بس بتجمع، بتحط السورس وتجمعه على الديستنيشن. اد دي كوما بي يعني هيجمع البي على الدي، وبعدين اد دي كوما سي هيجمع السي على الدي. يعني المفروض ان في النهايه الدي يكون فيها ناتج جمع الاي والبي والسي، الا ان اتس رونج انسر، الكود ده غلط. ايه الغلطه اللي في الكود ده؟ الغلطة اللي في الكود دوت، فكر شوية كده. لو تفتكروا من المرة اللي فاتت كنا بنقول it's not allowed ان انا اعمل memory to memory transaction، ما ينفعش ان انا اعمل ام memory to memory، يعني ما ينفعش ان اعمل ام زي ده add d comma a، اصل d دي memory variable وال a memory variable، ما ينفعش اعمل عملية بين اتنين ميموري فاريبل في انستراكشن واحد. لو تفتكروا لما اتكلمنا على السبع طرق بتوع المرة اللي فاتت، لما كنا بنقول انا عندي ريجستر وريجستر اندايركت وايميديت وي وي وي، قلنا ان ما ينفعش ان انا اعمل عملية ميموري تو ميموري اطلاقا. فانستراكشن زي ده لو انا جيت انفذه البرنامج هيقف ويقول لي ان ده ما ينفعش. طب نحلها ازاي؟ عادي خالص، هنجيب ريجستر اي اكس مثلا، بي اكس اي ريجستر، ونبدا نجمع فيه، نحط في الاي اكس 0 نجمع عليها الاي، وبعدين نجمع عليها البي، نجمع عليها السي. هنا الاي اكس بقى فيها السميشن، في الاخر خالص اقول له موف دي كوما اي اكس، يبقى في الناتج اللي اتجمع بتاع السميشن بتاع الاي اكس ده هو ده اللي هنحطه في الدي. طيب ازاي بقى نتعامل مع الاريز؟ احنا كده شفنا ازاي عرفنا الفاريبلز وازاي اتعاملنا مع الفاريبلز. ازاي بقى اتعامل مع الاري؟ علشان اتعامل مع الاري عندي كذا طريقة. انا هنا معرف اري اسمه ار، ده 3 لوكيشنز 1 2 3. نلاحظ ان انا عرفت انه 3 لاني انيشاليزد 3، لو كان السايز بتاعه اكتر من كده هينيشاليز بالسايز بتاعه، حتى لو احط كوما كويستشن مارك. وهنشوف ازاي. طب افرض انا عايز اعمل اري 100، مش هقعد احط 100 كويشن مارك، هنشوف حل ليها. ولكن ان انا عرفت ان انا لازم احطهم كده كوما سيبريتد عشان اعرف سايز الاري وانيشاليز الفاليو بتاعته. ازاي اكسس الاري؟ لو شفنا الاوامر اللي عندنا هنا موف اي ال كوما ار، يعني انقل الداتا اللي في الار واحطها في الاي ال، دي معناها ان هات لي اول اليمنت. لما باكسس اري باسمه كده لوحده من غير اي حاجه، يبقى انا بتكلم عن اول اليمنت بتاعه فيه، فهو هنا من نفسه هيفهم ان انا محتاج احط الواحد دوت في الريجستر اللي اسمها اي ال. نلاحظ الريجستر اي ال او بي ال، اي ريجستر في نهايتها ال او اتش، دي ريجستر 8 بت. طيب فاحنا هنا هنحط المعنى السطر ده، يعني كاني بقول له حط الواحد دوت في الاي ال. طيب في السطر اللي بعده، دي طريقه تو اكسس الاليمنت ان سكند اليمنت. عشان اكسس السكند اليمنت هنا هقول له ار بلس 1، دي كده معناها يعني ده بلس 1 يعني اللي بعده. خد بالك هنا انا ما بجمعش على الواحد اتنين واحد تاني فيبقى اتنين، لا، ار بلس 1 يعني هات لي الاليمنت التاني في الاري. نقدر نكتبها بالطريقه دي ار بلس 1، ونقدر نكتبها ار وبين قوسين اتنين معناها هات لي الاليمنت التالت او اليمنت اوف 2، ال 2 بين 2 سكوير براكتس. انت عارفين احنا دايما بنبدا من 0 في اول اليمنت اللي هو اوف 0، تاني اليمنت اوف 1، تالت اليمنت اوف 2. اي طريقه من دول دي او دي تنفع. طب سؤال هنا بقى، حته كده الاسمبلي يعني بيتفرد بيها. لماذا لو ان انا قلت له موف سي ال كوما ار 3 او موف سي اتش مثلا كوما ار 4؟ ايه ده انا ما عنديش اصلا غير 3 اليمنتس، يعني طبيعي ان انا لما اقول له كده اري اوف 3
يبقى المفروض البرنامج يضغط. لا اطلاقا، لا السيمبلي عمره ما بيضغط في حاجه زي دي، لا عادي خالص. ولما اقول طب الف فوق، لا برضه مش هيضغط. ايه ده؟ امال هيجيب لي ايه؟ لما هتيجي تقول له موف سي ال او اوف 3 وتشوف السي ال الفاليو اللي بقت فيها، هتلاقي بقى فيها فاليو 4 فوق اللي هي دي. اصل خد بالك احنا دلوقتي بنتعامل مع ميموري سيجمنتس، يعني كل اليمنت تحت التاني على طول في الميموري. يعني لما انا عرفت الاري بالشكل ده، هو حجز لي اول لوكيشن في الميموري في الداتا سيجمنت، حطت فيها واحد، تاني لوكيشن اتنين، تالت لوكيشن تلاتة، رابع لوكيشن وحاطط فيها معرف فيها الفاريبل ايه، اربعة، اللوكيشن الخامس اللي بعده حط فيه الفاريبل بي، خمسة. هنا احنا لما بنرسم الداتا سيجمنت، انا مش بقول له حرف لي فاريبل وحطه لي في اي حتة، لا اطلاقا. انا دلوقتي حجزت لنفسي داتا سيجمنت، وانا دلوقتي عمال ارصص الداتا فيها تحت بعض. ايه ده؟ طب ما انا كده اقدر اكسس، معنى كده ان انا اقدر اكسس الفور دي من غير ما استخدم اسم ايه؟ ده انا جبت ار وقلت له ار اوف 3 فجاب لي الفور اتش دي. ار اوف 4 اللي هي دي، لو انا قلت له ار اوف 4 ده ار اوف 0، ار اوف 1، اوف 2، اوف 3، ودي ار اوف 4. يعني معنى كده السطر التحتاني ده هيحط لي 5 اتش جوه السي اتش. ايه ده؟ طب هما لازمته ايه بقى ان انا كنت اعرفهم الاي والبي؟ ما انا نسيت اقول لكم اسم الفاريبل اوبشنال. احنا مع ان الانيشاليزيشن نوت اوبشنال، لكن اسم الفاريبل اوبشنال، ممكن احط اسم الفاريبل او ما احطوش، اتس اوكي. ودي بتكون ميزه في الاسمبلي، ان انا اقدر استخدم فاريبل باللوكيشن بتاعه، ما تلاقيهاش انت في السي بلس بلس. يعني ما تقدرش تعرف فاريبل اكس وبعديه فاريبل واي فتقول له لما هات لي الفاريبل اللي بعد اكس يعجب لك الواي، لا انت لازم تكون حاطهم في الري بتاع. لكن هنا لا خالص، مجرد ان انا حطيتهم هنا انا كاني برسم الميموري بالظبط، كاني بحط الداتا على طول كده بايدي في الميموري. طيب ازاي نعرف سترينجز في الاسمبلي؟ السترينج او الكاركترز بصفه عامه هما شويه حروف. فالسترينج بالنسبه لي هو عباره عن شويه حروف، كل حرف بيكون 1 بايت. فبالتالي لو انا مثلا عايز اعرف سترينج واكتب فيه اي ام خالد، انا عرفت السترينج ده بايت سترينج، اسمه كده اي اسم نسميه حسن حتى، وديفاين بايت يعني ده كده اري اوف كاركترز، وبعدين اي ام خالد دي اللي هو اسم الكونتنت بتاع السترينج. ممكن تعرفها بسنجل كوتيشن او بدبل كوتيشن، اتس اوكي الاثنين زي بعض، ما تفرقش يعني اكتب كده او كده، اكسبتد. الحروف هتبدا تفرق في الكابيتال والسمول، طبعا، لان كل حرف هو اللي هيتخزن فعليا في الميموري هو الاسكي كود بتاع الحرف ده. انت المفروض بتبقى معاك الاسكي تيبلز عارفهم، فبتبقى عارف ان كل حرف الاسكي بتاعه كام، تقدر تعرف اللي هيتخزن في الميموري في المكان ده كام. يعني مثلا احنا عارفين ان الاي كابيتال الاسكي بتاعها 65، يبقى معنى كده لو انت حكيت بحرف ايه يبقى اللي هيتحط في اللوكيشن دوت 65، رقم 65. طب ايه اللي خلاه ظهر ايه؟ انا اللي اخترت ان هو string. اوكي، عندي org ده command بستخدمه عشان اظبط الرسمه بتاعتي في الميموري. مش احنا اتفقنا ان انا عمال احط الداتا تحت بعضيها؟ طب فين انا دلوقتي عرفت الفاريبل اللي هو get another string y a string دوت، وحطيت فيه with codes، فانا عارف ان الفاريبل ده انا عايز ازوده، احتمال يزيد معايا شويه، ممكن يطول. طب بس هو لو طول، ما هو كده هي اوفررايد على الفاريبلز اللي بعده. حلو، يبقى انا عشان احل المشكله دي محتاج اخلي الفاريبلز اللي بعده تبعد عنه شويه، ما يبقاش الفاريبل اللي بعده يتحط هو على طول. طب نحل الموضوع ده ازاي؟ بنستخدم الاورج اوجينيت. اورج دي معناها ان ببلغ الاسمبلر خد بالك الفاريبل اللي جاي هتعرفه في اللوكيشن الاوفست بتاعه 50. لما اقول له اورج 50 اتش 50 اتش، معناها ان الفاريبل اللي جاي هيتعرف في اللوكيشن 50 اتش. يعني كده سابني مكان فاضي علشان اقدر اخزن فيه الفاريبلز الاضافيه اللي هتضاف على ايت انذر سترينج واي سترينج دوت. كده يبقى ضامي وضمي 2 وكل اللي جاي ده هيبدا الديفينيشن من اول الاوفست 50 اتش، وساب الحته اللي قبل كده فاضيه في الميمو. طيب تعالوا ضمي
كنت لسه بقول لكم دلوقتي في ان انا عايز اعرف فاريبل الري السايز بتاعه 100، مش هقعد اديفاين واحد 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 ورا بعض. هو عشان يسهلوا علينا الموضوع دوت عملوا لنا امر دبليكيت. دبليكيت يعني كرر. فانا هنا مثلا فاريبل بتاعي دامي، دامي قلنا ان هو ده الري ديفاين بايت، وبعد بنقول له 6 دبليكيت اف اف اتش. 6 دبليكيت يعني معناها كرر لي الفاليو دي 6 مرات، يبقى كأني هنا عرفت فاريبل السايز بتاعه 6. ممكن اعرفها بالطريقه دي، وممكن برضو اعرف دامي 2 السايز بتاعه 6 من خلال ان اقول له 2 دبليكيت 3 دبليكيت اف اف اتش. معنى الكلام دوت 3 دبليكيت اف اف دي معناها كرر لي الاف اف 3 مرات، وبعدين 2 دبليكيت الكلام دوت كله يعني الثلاث مرات اللي اتكرروا دول كررهم لي مرتين، يبقى الثلاثة لما هنكررها مرتين يبقى كده كأني عرفت 6 لوكيشنز. نلاحظ هنا ان لما انا بكتب الرقم بتاعي هكساديسمال بكتب في اخره اتش. طب فرضنا انا عايز اكتب رقم 10 اتش، 10 اللي هي احنا عارفين في الهكساديسمال من 0 ل 9، طب 10 دي اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ فانا ممكن لو انا مثلا عايز احط في فاليو 10 اتش في الريجستر اي اتش هعمل ايه؟ لو قلت له موف اي اتش كوما اي اتش هو مش هيفهم ايه ده، هو انا بنقل الريجستر لنفسها ولا بنقل الفاليو 10 هكساديسيمال للريجستر اللي اسمها اي اتش؟ فعلشان كده عشان اللخبطه اللي بتحصل دي تم الاتفاق ان لو انت هتكتب اي رقم هكساديسيمال في اوله حرف مش رقم مش ديجيت حرف من اي لاف يبقى حط قبليه صفر. فهتلاقيني هنا لما جيت اكتب اف اف هيكساديسيمال حطيت قبلها زيرو، معناها ان انا ببلغه خد بالك ده رقم. احنا هنا طالما هكتب حروف يبقى انا ببداها بصفر عشان لازم اي رقم يبدا بديجيت مش برقم. وفي الحاله دي لو انا عايز احط الفاليو 10 اللي هي الايه يعني ايه الهيكساديسيمال اتش في الريجستر اي اتش هقول له موف اي اتش كوما زيرو اي اتش. لما هو هيشوف الزيرو هنا هيفهم اه ده اللي جاي كمان ديجيت، يبقى لما هيشوف ال A يبقى يعرف ان ده رقم A اللي هو 10 يعني 10 ديسيمال، و H دي اللي هي رمز الهكساديسيمال. لو كنا بنكتب بالهكساديسيمال بنكتب H، لو بنكتب بالباينري بنكتب B، لو بنكتب ديسيمال بنكتب D. اوكي احنا عادة متعودين بنكتب ان هكساديسيمال. ممكن برضو نعرف array of words، يعني لو انا قلت له كده empty word w ده كده array of words، وقلت له define word 10 duplicate question mark معناها عرف لي array of 10 words وكلهم uninitialized، يبقى احجز لي 10 words. 10 words يعني كام بايت؟ يعني 20 بايت. اوكي لان ال 1 word اللي هي 2 بايتس اللي هي 16 بت. اخر حاجه معانا هنا في الديفينيشنز ايكوال. ايكوال لما اقول له كاونت ايكو 25، لو انت كنت خدت سي بلس بلس فكان في عندنا في سي بلس بلس حاجه اسمها هاش ديفاين، هاش ديفاين وبعدين بتكتب حاجه دي كده بتكون بنعرف حاجات ستاتيك. ستاتيك مش معناها انه هيحجز لها مكان ويخلي الفاليو اللي فيها ثابته، لا 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 خالص. ده اصلا قبل ما البرنامج يتعمل له اسمبلنج او في حاله السي بلس بلس قبل ما بيتعمل له كومبايلنج، الاسمبلر هنا بيعمل ريبليسمنت دايركت ريبليسمنت كانك عملت كده ايه كنترول اتش او اللي هي ريبليس بالفايند اند ريبليس على اي اديتور وعملت ريبليس. هو هنا كانه بيعمل ريبليسمنت لكلمه كاونت بالفاليو 25. نلاحظ هنا ان كل ما كلمة كاونت هنا هتظهر هنعملها كأنها value 25. الاسمبلر قبل ما يعمل اي شغل هيجي عليها ويريبليس اي كلمة كاونت يشوفها بالفاليو 25. وناخد بالنا ان السطر ده كده مش بيحجز مكان في الميموري، يعني لما انا عرفت كاونت ايكو 25 السطر ده انا بوجه كلامي هنا للاسمبلر لكنه مش هيتحط في الميموري، مش واخد حاجة في الميموري اصلا. يعني كل الفابلز اللي فاتت احنا بنحجزها في الميموري، لكن ده مش بيتحجز في الميموري، ده بس بيحصل اثناء البري بروسيسنج قبل ما يبدا البروسيسنج اصلا بتاع البرنامج بتاعي. اوكي كده شفنا ازاي قدرنا نعرف الفابلز وال
الكونسترينز اللي عليها. طيب تعالوا نشوف بقى برنامج كده على بعضه ونشوف بيعمل ايه. الحقيقة البرنامج هو مش بيعمل حاجة بعينها، ولكننا هنستخدم شوية اوامر عشان نفهم الاوامر ديت. بداية البرنامج معانا دوت موديل سمول. هتلاقوا لي في البرنامج ده انا كاتب كومنتس كتير عشان اشرح لك انت يعني ايه معنى الحاجة، عشان برضه لو عايز تقرا برنامج تحاول تفهم منه يعني. الموديل قلنا احنا عايزين نفهم الموديل بيفهم الاوبريتنج سيستم السايز بتاع البرنامج بتاع قد ايه. يبدأ الموديل من اول تايني. تايني يعني الداتا والكود سيجمنتس على بعض 64 كيلو، يعني هيحجز لهم مكان مع بعض 64 كيلو. سمول يعني هيحجز للداتا 64 كيلو والكود 64 كيلو، هيحجزهم كل واحد لوحده على حده. الميديوم معناه انا بقول له ان الداتا 64 كيلو بس الكود ويز نو ريستريكشن، يعني ممكن الكود بتاعي يكبر عن 64 كيلو. هيعمل ايه؟ البيينج سيستم هيتصرف، مش موضوعنا، بس هو هيقدر يفهم ان الكود بتاعك ممكن يبقى كبير، هيحتاج يتحط في كذا سيجمنت ويربط بين السيجمنتس بعضه، وموضوع كبير مش هنتدخل في تفاصيله. والعكس كومباكت، كومباكت بتقول له ان الكود 64 كيلو لكن الداتا سيجمنت هي اللي ممكن تبقى كبيره. لارج يعني مفيش ريستريكشن الا ان مفيش سنجل سيت اوف داتا ممكن تزيد عن 64 كيلو، يعني ما ينفعش تحجز اري اكتر من 64 كيلو. اصل هو هيعمل حسابه في تقطيعتها في الميموري عشان ما يحجز لك الاماكن ديت في الميموري، يبقى عامل حسابه انك ما فيش عندك فاريبل السايز بتاعه اكتر من 64 كيلو. هيوج ما فيش عليك اي ريستريكشن، انت بتقول له انا بعمل حاجه كبيره وخلاص. طيب هو الاحسن لك ان احنا نعمل بموديل صغير ولا موديل كبير؟ موديل صغير ده ممكن يضايقك انت، لانك لو تعديت الحدود ديت يبقى البرنامج بتاعك هيضرب. موديل كبير معناها ان الميموري عندك هيبقى البرنامج بتاعك محتاج ميموري كبيره، الميموري ريكويرمنت بتاعته كبيره. اصل بالاخر الاوبريتنج سيستم لو حاول يالوكيت الميموري اللي انت طالبها منه ومعرفش هيعمل ايه؟ مش هيشغل البرنامج بتاعك، هيقول ميموري نوت انف، نو انف ميموري اون سيستم. الرساله اللي بتطلع لما يبقى الميموري بتاعت الجهاز متاخده كلها مثلا، والاوبريتنج سيستم مش لاقي ميموري فاضيه علشان ينفذها. طيب فاحنا هنا بيفضل عاده ان احنا بنشتغل في موديل سمول اللي هو حاجه متوسطه، لان الكود بتاعنا عاده ما بيبقاش كود كبير قوي. عرفنا شويه الفاريبلز اللي قلنا عليهم زي ما اتكلمنا عنهم قبل كده. نبدا مباشره في الكود بتاعنا. زي ما بقول لكم البرنامج دوت تقريبا ما بيعملش حاجه، عمال ينادي في الفانكشنز، يعمل شويه حسابات، يعمل بتاع، لكنه ملوش تاسك حقيقيه بعينها. طيب اول حاجه، طالما اول ما البرنامج بيبدا الاوبريتنج سيستم بيفهم ان انت اول حاجه هتتنفذ عندك هو المين بروسيجر. طب يعني ايه مين بروسيجر فار؟ عشان نفهم يعني ايه مين بروسيجر فار، او البروسيجر ده يعني ان البروسيجر يكون فار، لازم نفهم الفرق بين الفار اند نير بروسيجر. تعالوا نشوف كده. لو ان انا كان عندي نير بروسيجر ايه اللي هيحصل، ومنها هنفهم ايه هو الفار بروسيجر. في البدايه زي ما اتفقنا اول سطرين دول بننقل الاد ديتا بنحطها في الاي اكس. هتلاحظ هنا ان انا عندي ريجسترز عندي على الشمال، عندي الفلاجز موجوده هنا تحت، الستاك سيجمنت موجوده هنا، الفاريبلز موجوده عندي تحت. انا عايضها لكم كلها علشان تشوف التغييرات اللي بتحصل مع كل سطر جديد هنعمله. اوكي، وبعد كده هحط اللي في الاي اكس اللي هو في الاي اكس ريجستر دي هنحطه في الدي اس ريجستر اللي هي دي. اوكي، فهتحط الفاليو دي. طيب بعد كده كول سب 1. سب 1 ده بروسيجر موجود تحت هنا تحت البرنامج ده كده، المين بروسيجر نهايته. بعد كده عندي بروسيجر 1 اللي هو سب 1، عندي بروسيجر 2 اللي هو سب 2. اوكي، وفي النهايه خالص في نهايه البرنامج اند مين، يعني اول برنامج اول بروسيجر عندك او الرئيسي عندك اسمه مين. طيب فانا عندي سب 1 وعندي سب 2. نلاحظ ان انا لو عايز انادي بروسيجر، او زي ما كنا بنقول قبل كده هاو تو كول فانكشن، انا عايز اكول فانكشن في السي بلس بلس، كنت بكتب اسمها وخلاص. هنا انا عشان اكول بروسيجر بكتب له امر كول، وفي نهايه البروسيجر
لازم اكتب ريتيرن، ريت اللي اختصار ريتيرن. وات ايفر البروسيجر ده بيعمل ايه؟ اوكي، يعني هنا سب 1 كل اللي بيعمله انه بياخد فاليو، وات ايفر دامي فاليو يحطها في الاي ال، مش مهم. بس المهم ان هو في الاخر بيعمل تاسك معينه، بروسيجر 2 بينقل في الاي ال بيحطه في البي ال، في البي ال which is برضه حاجه مش مهمه. ولكن المهم عندنا ان احنا نبص هاو تو كول بروسيجر. انا دلوقتي هقول له كول سب 1. خد بالك احنا مع اننا بنتكلم على ليفل اسمبلي ليفل السوفت وير، بس برضه لازم ناخد بالنا حته من الهارد وير، شويه من الهارد وير. انا دلوقتي لما هعمل كول لسب 1 دي معناها ايه؟ معناها ان انا بطلب ان الانستراكشن بوينتر يتحرك بعد ما كان واقف في الحته دي في كود، انه يتحرك في الميموري لحد ما يقف عند سب بروسيجر 1 سب 1 ويروح لها. يعني هنغير الفاليو بتاعت الانستراكشن بوينتر. لو بصيتوا هنا معانا معايا هنا كده ده الانستراكشن بوينتر، اوكي نقفل بس. ده الانستراكشن بوينتر اللي هو فيه 014A، يعني كان واقف بيشاور هنا. لما انا هعمل كول هننفذ امر الكول دلوقتي وركز على الاي بي، هنلاحظ ان الاي بي اتغير برقم كبير. الاي بي عمال كان عمال يزيد بواحد واتنين حسب الانستراكشن، مرة واحدة الاي بي دلوقتي نط وراح للحتة دي اللي بداية بروسيجر 1. ولكن طب دلوقتي الاي بي ده غير الفاليو بتاعته، طب الفاليو القديمة حطها فين؟ ما هو اصلا دلوقتي لما يطلب مني اريتيرن لاخر مكان انا كنت موجود فيه، يبقى لازم الاي بي كان يخزن الفاليو بتاعته دي في حتة علشان يعرف يرجع لها تاني بعد ما يخلص. فايه الحتة اللي ممكن الاي بي الانستراكشر بوينتر يخزن المعلومة دي فيها؟ بالظبط الستيك. فاللي حصل ان الاي بي قبل ما ينطلق ويروح يغير الفاليو بتاعته لبروسيجر، ونروح لحد بروسيجر 1، امر كل كان قال للاي بي انه يحط الفاليو اللي عنده دي ويحطها لي في الستاك علشان بعد كده نعرف نرجع لها. فهتلاحظ معايا ان الستاك بوينتر كمان اتغير، يعني هنا الاي بي اتغير اللي هو باللون الازرق، والستاك بوينتر كمان حصل على تغيير. ليه؟ اصل في عمليه بوش دلوقتي حصلت، انت ربما تكون ما عملتهاش، انت ما اديتش امر البوش بنفسك، ولكن عمليه البوش بالفعل تمت دلوقتي، ان الاي بي عمل بوش للفاليو بتاعته في الستيك. طيب الكلام ده ماذا لو كانت البروسيجر اللي انا عايز اعمل لها كول بعيده عن الكولي، عن البروسيجر اللي هي بتعمل منها كول؟ يعني انت مثلا الكود بتاعك كبير قوي وكذا كيلو، وانت في اول الكود فوق وعايز تعمل كل بروسيجر موجوده في الكود من تحت، بعيده قوي، بعيده لدرجه ان انت الكود بتاعك واخد اكتر من وان سيجمنت، يعني انت هتروح لسيجمنت تانية. يعني في الحاله دي انت مش بس عايز تغير الاي بي عشان توصل لها، لا ده انت كمان عايز تغير كود سيجمنت. نلاحظ ان انا عشان اتنقل بالفيزيكال ادرس، احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان الفيزيكال ادرس بتاع كود سيجمنت، بتاع كود سيجمنت نعرفه بريجسترز سي اس واي بي. سي اس بتكون البيز، واي بي اللي هي بتكون الاوفست. لو كنا جوه نفس السيجمنت فانا بس بحتاج اغير الاي بي اللي هو الاوفست. لكن لو انا عايز اكول سيجمنت تاني، يعني انا في اول ال1 ميجا بتاع الميموري وعايز اكول كود موجود في اخر الميموري، يبقى هنا انا كمان محتاج اغير السي اس. هتعرف منين ان عملية الكول دي هتروح لها بتغيير الاي بي ولا بتغيير السي اس؟ دي مسؤوليتك انت كمبرمج، انك وانت بتعرف البوسيجر بتاعك انك تقول ان البوسيجر ده فار ولا نير. لو البوسيجر بتاعك قريب للناس اللي هتناديله يبقى ده بوسيجر نير. يعني معنى كده انا بقول له يا جماعة لما حد يجي يعمل لي كول، انا هنا مش كاتب حاجة، طالما مش كاتب حاجة بقى ديفولت نير، كأني كاتب نير. لو كاتب هنا هكتب فار. لو كاتب نير او مش كاتب حاجه اللي هي الديفولت معناها نير، يعني كاني بقول له لامر كل اللي بعت لي يا جماعه كل لما تيجي تنادي لي وتيجي عندي ابقى اعمل بس بوش للاي بي. لكن لو انا عارف ان ممكن اي حد من اي حته، او الشخص الفانكشن اللي هتعمل لي كول او البروسيجر اللي هيعمل لي كول ده انا مش عارف هو فين او عارف انه بعيد، خلاص يبقى انا اخلي البروسيجر بتاعي ده فار وابقى في الامان، واحط هنا بعد سب 1 بروسيجر اكتب فار.
خلي بالكم المسافات دي مش فارقة، ده بس عشان شكل البرنامج مش أكتر، لكن عادي المسافات مش بتفرق معايا. طيب يجي لنا هنا بقى السؤال، ليه المين بروسيجر لما بنعرفه بنعرفه از فار بروسيجر؟ فكر شوية كده، هو مين اللي بيعمل كل المين بروسيجر؟ اللي بيعمل له كول هو الاوبريتنج سيستم. طيب هل الاوبريتنج سيستم موجود في نفس السيجمنت بتاع المين بروسيجر؟ اكيد لا، لان الاوبريتنج سيستم موجود في مكان في الميموري وكان شغال، وبعدين انت كيوزر طلبت منه انه يشغل لك البرنامج الفلاني، راح هو يكول المين بروسيجر بتاع البرنامج بتاعك. فبالتالي المين بروسيجر لازم يكون فار، لان الاوبريتنج سيستم لازم قبل ما يعمل له كول يروح يعمل بوشنج للسي اس والاي بي بتوع الاوبريتنج سيستم، عشان يقدر بعد ما البرنامج بتاعك يخلص انه يرجع للاوبريتنج سيستم ويكمل شغل. طب وفرضنا لاي سبب البرنامج بتاعك اثناء شغله او البروسيجر بصفه عامه جيت عملت بوش ونسيت تعمل لها بوب، ايه اللي هيحصل؟ يعني لو انا هنا صب بروسيجر 1 اثناء البروسيجر انا شلت الكومنت دي ونفذت امر بوش و اي اكس بوش لاي فاليو على الستاك، ايه اللي هيحصل؟ هل عادي خالص ان الاسامبلي هيعرف ان كل عمليات البوش اللي تمت اثناء البروسيجر يشيلها وما يهتمش بيها ولا وخلاص مش مشكله؟ لا، اللي هيحصل هنا ان البرنامج بتاعك مش هيعرف يقتلنا اصلا. اصل انا دلوقتي لما عملت بوش للاي اكس وبعدين نفذت امر ريتيرن، ايه اللي هيحصل لي؟ الاي بي هياخد بوش بوب اللي موجود على وش الستاك. كان متوقع ان اللي على وش الستاك هيكون هو الاي بي اللي دخل قبل ما يعمل الكول، لكنه لقى فاليو تانية خالص اللي انت كنت عملت لها بوش بايدك. طب معنى كده ان البرنامج هيضرب؟ اه هيضرب، عادي خالص، مسؤوليتك، مش انت اللي كاتب الكود ده، اسمبلي. اسمبلي ما بيهزرش، ما هوش ما فيش ورا كومبايلر يصحح وراك، دايما حطها في بالك، عايز تعك عك براحتك، اتس اوكي، اتس فير جيم. فهنا لازم ناخد بالنا ان اي بروسيجر يكون عدد اوامر البوش اللي فيه قد عدد اوامر البوب. عايز تستخدم الستاك يا عم استخدمه عادي، بس خد بالك من اللي بيحصل. هنشوف ان احنا ممكن نستخدم ماذا لو ان انا عايز اعمل بوش للستاك بس مش عايز اعمل بوب. فكر كده فيها، ممكن نحلها ازاي؟ يعني فرضنا انا عايز ارجع فاليو للمين بس من خلال ان انا احطها في الستاك، مش ان انا عايز احطها في ريجستر، عايز ادخلها في الستاك. بس يا عم انا لو حطيتها على الستاك على وش الستاك كده الاي بي مش هيعرف يرجع، هيجي يعمل بوم مش هيعرف. وناخد بالنا لو كان البروسيجر ده فار يبقى الستاك هيتحط على وشه السي اس والاي بي، يعني هيتحط اتنين حاجتين تو فاليوز على وش الستاك، لازم ناخد بالنا من النقطه دي. لكن لو كان البروسيجر نيو الستاك هيتحط فيه الاي بي بس، هنعمل ايه؟ عادي ممكن نطلع الاي بي نعمل له بوب نحطه في ريجستر على جنب، نحط الفاليو اللي احنا عايزينها وبعدين نرجع نبوش الاي بي تاني. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ لما هتعمل ريتيرن خلاص الاي بي اللي كان على الوش راح اتاخد عشان يعمل ريتيرن، دلوقتي اخر فاليو انت حطيتها اثناء البروسيجر بقت هي اللي موجوده على الوش الستاك. طيب نكمل هنا، هنعمل ريتيرن. بصوا معايا على اللي هيحصل على الستاك بوينتر دلوقتي وعلى الاي بي الاس بي اللي هنا والاي بي الانستراكشن بوينتر. هتلاقيه الانستراكشن بوينتر رجع للمكان اللي هو كان فيه، والستاك بوينتر رجع تاني لنفس الفاليو اللي هو كان عليها، ودي كده كان ناتج عملية الكول. بعد كده تعالوا نكمل، هنشوف شوية اوامر كده مع بعضينا. لو انا عايز اعمل ليبل، الليبل ده موجود في لغات كتير زي سي بلس بلس نفسها فيها الليبل. الليبل بيكون عبارة عن up to 31 كاركتر، يبدأ بكاركتر او باندر سكور بس ما يبدأش برقم، ممكن يبقى فيه كاركتر وارقام واندر سكور، وممكن كمان يبقى فيه الثلاثة سبيشال كاركترز دول، يعني ممكن يبقى فيه question mark و add و dollar sign it's okay accepted في الاسمبلي، which is مش accepted في سي بلس بلس، بس يعني في الاسمبلي accepted. وبعدها على طول في نقطتين فوق بعض دول، خد بالك لازم النقطتين فوق بعض يبقوا بعدها على طول من غير مسافات،
والا هو كده مش هيعتبره ليبل. ايه فكره الليبل؟ الليبل يعني انا هدي اسم للسطر، انا بسمي السطر عشان لما احب اقول روح للسطر الفلاني مش هرجع اقول روح للسطر الخامس روح للسطر السادس، لا انا هقول روح للسطر اللي اسمه كذا. ازاي؟ هقول له روح للليبل الفلاني. وبعد كده تكتب بقى بعد النقطتين في بعض، ممكن تحط مسافات، يعني هنا انا ممكن احط مسافات بعد النقطتين في بعض دول لكن مش قبلهم. وبعد اكتب الكوماند بتاعي، لو عايز اكتب كومنت ممكن اكتبها في الاخر، ده كوماند يعني بيحط 10 في الاي ال، يعني بصوا على الاي ال هنا دي اللي هي كانت بي سي 1، لما هننفذ الكوماند ده هتحط فيها 10 هكساديسيمال. طيب بايت داتا ده كان فاريبل احنا كنا معرفينه فوق، الفاليو بتاعته 52 اللي هي تحت، يعني محطط الفاريبلز عندي تحت عشان نبقى شايفينها على طول. فلما انا هقول له موف اي ال كوم بايت داتا، يبقى كاني بقول له حط الفاليو اللي هي 52 دي في الاي ال، فحط في الاي ال عندي ال 52 هتلاقي الفاليو بتاعتها اتغيرت. لما اقول له move bx, offset of byte data، هنا انا بقول له هات لي الاوفست بتاع البايت داتا، انا مش بقول له هات لي الفاليو بتاعتها، انا بقول له هات لي الاوفست بتاعها. الاوفست يعني هي موجوده في الداتا سيجمنت باوفست كام. احنا عارفين ان البيز بتاع بايت داتا، بايت داتا فيزيكال ادرس مكان في الميموري، وعارفينه باللوجيكال ادرس اللي هو الدي اس اللي احنا اوريدي عارفينها، والاوفسيت بتاعته اللي هي بتتغير من فاريبل لفاريبل، يعني كل الفاريبلز واخدين دي اس واحده، داتا سيجمنت واحده، لكن كل فاريبل ليه الاوفسيت بتاعه. فالاوفسيت اللي هو بيشاور عليها كانه بوينتر كده اللي هو بيشاور على مكان البايت داتا، فقلت له هات لي الاوفسيت بتاعها وحطه لي في البي اكس، راح هو حط لي الاوفسيت بتاعها في البي اكس. اقدر اعملها بطريقتين، ممكن اعملها بطريقه موف بي اكس كوما اوفسيت اوف بايت داتا، او في عندي امر تاني اسمه ال اي اي لود افكتيف ادرس وبعدين ريجستر كوما بايت داتا، الاثنين زي بعض بالظبط بيعملوا نفس الشغلانه، وان كان الناس متعوده بتستخدم ال اي اي اكتر، ولكن الاثنين بالظبط بيعملوا نفس الشغلانه اللي هو بيجيب الاوفست بتاع الفاريبل اللي انت بتطلبه منه دوت. طيب دلوقتي لو جيت وطلبت تنفذ موف اي اتش كوما وبعدين قلت له بي اكس من تو سكوير براكتس، الادريسنج مود ده كنا شفناه قبل كده كان اسمه ايه؟ ريجستر اندايركت. انا مستخدم هنا بدل ما بستخدم الرقم على طول او الاوفست على طول بين تو سكوير براكتس، انا استخدمت ريجستر. طب بعد ما انفذ السطر ده الاي اتش هيبقى فيها كام؟ فكر كده، وقف الفيديو وفكر. الاي اتش فيها 52، ما هو اصل البي اكس هو ده الادرس بتاع باي داتا، فلما انا قلت له موف اي اتش كوما بي اكس بين تو سكوير براكتس، يعني بقول له هات لي حط لي في الاي اتش الداتا اللي موجوده في الادرس اللي البي اكس بيشاور عليه. طب هي البي اكس بتشاور على مين؟ بتشاور على باي داتا، ما احنا كنا هنا قلنا حط لي في البي اكس الادرس بتاع باي داتا. اوكي، بعد كده هنشوف ده عمليات التعامل مع الاري، بننقل في الاي ال بايت داتا ميني او اللوكيشن اللي هو ال 12، حطينا في البي ال بايت داتا ميني بلس 1 اللي هو ال 15، وحطينا في الاي ال تاني بايت داتا ميني بلس 2 اللي هي 19. اوكي، في بعد كده عندي ام اكستشينج، اكستشينج ده بيبدل تو ريجسترز مع بعض، يعني بيبدل الكونتنت بتاعهم من غير ما يكون في تمبر ريجستر. ايه ده، هو من غير ما يكون في تمبر ريجستر فعلا ممكن نعمل كده؟ الحقيقه احنا لو بنبص على مستوى السوفت وير هو بيعملها كده، هو مش عايز تمبر ريجستر. على مستوى الهارد وير هو فعلا عنده اكشولي مجموعه ريجسترز هو بيستخدمهم، الاي ال يو بيستخدمهم انترنالي، انت مالكش اكسس عليهم، لكنه هو بيستخدمه انترنالي في العمليات اللي زي ديت. لكن احنا كل اللي يهمنا ان الاكستشينج في الاخر لما اقول له اكستشينج اي ال وبي ال، بص على الاي ال ب 19 البي ال ب 15، لما اقول له اكستشينج هيبدلهم مكان بعض. تمام، بعد كده في عندي ام او يعني بوينتر، ازاي اعرف بوينتر على ديتا؟ لو انا قلت له كده move ax word pointer double word data،
دي معناها زي كاستنج، عارفين كده؟ لو كنت في ال سي بلس بلس عايز تحط فاريبل تحوله من انتجر لفلوت، بتروح حاطط قبليها بين قوسين كده فلوت، يعني انا بقول له كاست الفاريبل ده كانه فلوت، يعني كاست الفاريبل اللي انا عارف ان هو انتجر لا كانه فلوت، اتعامل معاه كانه فلوت، فدي عمليه الكاستنج. هنا بنعمل الكاستنج دوت باستخدام الكوماند او الكلمه الكي وورد بوينتر، فلما اقول له وورد بوينتر وبعدين اسم الفاريبل دبل وورد داتا، دبل وورد داتا ده كان فاريبل موجود عندي تحت هنا اللي هو ده اللي فيه الفاليو دي اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 اهو. انا هنا قلت له اعمل له كاستنج، كاستنج يعني هات لي حول لي الفاريبل ده لورد. طب ازاي اخد دبل وورد واحوله لورد؟ عادي خلاص، خد اول وورد منه. ما هو الكاستنج لو انا حولت حاجه كبيره لحاجه صغيره يبقى هياخد الجزء الصغير اللي في الاول، لو حولت حاجه صغيره لحاجه كبيره يبقى هياخد الحاجه الصغيره ديت وهياخد شويه داتا من بعدها، يعني اللي موجود بعدها وات ايفر ايه هو يعني. في حالتنا ديت لما هقول له موف اي اكس كوما وورد بوينتر دبل وورد داتا، يبقى هياخد الورد الاولانيه في دبل وورد داتا ويحطها في الاي اكس. طب هي الورد الاولانيه انهي واحده؟ 1 2 3 4 ولا 5 6 7 8؟ مين فيهم اللي هتتحط في الاي اكس؟ مين فيهم الورد الاولانيه؟ عشان تراجع نفسك ارجع للليتل انديان فيرسس بيج انديان، فكر كده وشوف مين المفروض هتتحط في الاي اكس بالظبط. اللي هيتحط في الاي اكس 5 6 7 8، لان احنا اتفقنا في الليتل انديان اللي اللور بارت اوف ذا نمبر اللي هو 7 8 هيتحط في اللور لوكيشن، هيروح هو ياخد اول بايت 7 8 البايت اللي بعديه 5 6، يبقى هم دول الابر وورد او اللي هم اللي هو سوري اللي هو وورد اول وورد في الدبل وورد ديت هياخدها ويحطها عندي في الريجستر اي اكس. طب سؤال، لو انا قلت له كده وورد بوينتر دبل وورد داتا بلس 1 حطها لي في الاي اكس، ايه بالظبط اللي هيتحط في الاي اكس؟ فكر كده وتخيلها مع العلم ان ال1 هنا انا مش بجمع على الكونتنت، احنا هنا ما متفقين ده انستراكشن موف يبقى مش هيعمل اد، لان احنا في الاسمبلي الانستراكشن بيعمل عمليه واحده بس في المره. فكر كده شويه قبل ما تشوف حلها دلوقتي. لما هنفذ الامر دوت ايه اللي هيحصل عندي؟ هيتحط لي 3 4 5 6. ليه؟ اصلا لما قلت له بلس 1 يبقى انا كده كاني اصلا مش بجيب الفاريبل اللي هو اسمه دبل ويد داتا، لا ده انا كاني كنت ماسك في دي بوينتر بيشاور على دبل ويد داتا ورحت حركته 1 بايت، نزلته كده 1 بايت تحت يعني للبايت اللي بعده، فاصبح بدل ما بيشاور على اللوكيشن اللي فيه 7 8 اللي هو كان اول بايت خالص فوق ده اللي هو فيه 7 8، حركته خطوه فوق بقى بيشاور على اللوكيشن اللي فيه 5 6. وبعدين قلت له هات لي ورد، هات لي ورد، راح جاب لي 3 4 5 6. طيب بعد كده حطيتها في السي ال 2 هنستخدمها بعدين ما تلزمناش دلوقتي. شفنا هنا حطيت في الاي اكس 2098 اتش، وبعدين نبدا نشوف انستراكشن جديد معانا بوش اي. بوش اي دي اللي هي بوش اول، بوش اول يعني هيعمل بوشنج لكل الريجسترز اللي عنده اي اكس وبي اكس وسي اكس ودي اكس واس بي وال بي بي اس اي ودي اي، كل ريجستر دي هيعمل لها بوشنج، بدل ما انت تقعد تعمل لها بوشنج واحده واحده بتدي امر بوش اول. عاده بنستخدم الاوامر دي في اوقات كتير، يعني لما تكون بتعمل بروسيجر ليك وعايز تحافظ على الفاليوز اللي في الريجسترز دلوقتي قبل ما تنفذ البروسيجرز بتاعك، وفي نهايه البروسيجر تروح عامل بوب اول للفاليوز دي كلها. فهنا بوش اول هيعمل لهم بوشنج كلهم بترتيب. وبعدين هنلاحظ هنا انا كنت حاطط في الاي اكس الفاليو 2098، بص عليها اهي على الاي ال الشمال فوق، وبعدين قلت له بوش اول، خد بالك من اللي هيحصل للستاك بوينتر، الستاك بوينتر اتغير. وبعدين انا جيت غيرت الفاليو بتاعه الاي اكس فبقت 5 4 3 2. لما اجي اقول له بوب اول ايه اللي هيحصل في الاي اكس؟ عادي خالص هترجع لاصلها 2098. زي ما في بوش A وبوش وبو A، في عندي بوش F.
بوش اف كاني بقول له اعمل بوشنج للفلاج ريجستر. وفي كمان بوب اف، اصل امر بوش ما ينفعش مع الاف ار. انا ريجستر اف ار اللي هي الفلاج ريجستر ان احنا ما بنستخدمهاش، مالكش اكسس معاها، لكن في مجموعه اوامر بتتعامل عليها زي الامر ده بوش اف. فلو انا عايز اغير الفاليوز بتاعت الفلاج، الفلاج ريجستر، ممكن اعمل لها احط الفاليوز ديت في ريجستر وتانية اي اكس مثلا، وبعدين اعمل لها بوش في الستاك، وبعدين اعمل بوب اف بوب فلاج، فالفاليوز اللي انا كنت عم مظبطها دي ترجع للفلاج ريجستر. اوكي، فبوش اف، هات شايف هنا الفلاج ريجستر بتاعتي اهي، كان فيها كلها بزيوز تقريبا ما عدا الاي اف بون. انا هنا عملت بوش فلاج فاتحطت في الستاك بوينتر. هعمل عملية حسابية الهدف منها بس ان اغير الفلاجز. عملت وغيرت الفلاجز، في هنا الاس اف بقى بواحد والبي اف بواحد، وهدي كمان ام سي لسي كلير كاري. كلير كاري ده الكاري فلاج بيخليه بزيرو، اكشوال هو كده كده كان بزيرو فما عملناش حاجة. وبعدين ام اي دي سي ال كوما بي ال، امر اي دي سي ده زي امر اد الا انه اسمه اد ويز كاري. اد ويز كاري يعني امر اد كان بيعمل ايه؟ لو انا قلت اد اي ال كوما بي ال، يبقى بقول له هات الكونتنت اللي في بي ال اجمعها على الكونتنت اللي في الاي ال وحط النتيجه في الاي ال. اد ويز كاري هي هي، لكن كمان زود عليهم الكاري، الكاري سواء بوان او بزيرو. فانا هنا اديت ام اي دي سي وغيرت الاي ال، عملت اي دي سي اي ال كوما بي ال. دلوقتي اصبح عندي الاي اف والاي اف والبي اف والاس اف كله دول بوانز. نرجع نعمل بوب فلاج، هنرجع بالماضي لوضعي لما كنا عملنا البوش فلاجز، هي كانت بكام؟ كانت كلها بزيوز ما عدا الاي اف بوان. رجعنا تاني للفلاج ريجستر، رجعت لاصلها من غير اي عمليات حسابيه. نلاحظ ان الفلاج ريجستر مش بتتاثر باوامر الموف، وناخد بالنا من النقطه دي. مش كل امر بيأثر في الفلاج ريجستر، لازم يكون الامر دوت مرتبط بيها. فامر زي الموف مثلا ده ما بيأثرش في الفلاج ريجستر خالص، بيسيبها في حالها. يعني ما بيأثرش فيها مش معناها بيصفرها، لا ده هو سايبها في حالها زي ما كانت موجوده، هتفضل موجوده معانا. اوكي، عندي امر ديكريمنت ده كانه سبتراكت كوما 1، يعني بقول له ديكريمنت سي ال كاني قلت له سب سي ال كوما 1. سب هو ايه سب دي؟ عادي عكس زائد. ما انتوا خلاص بقى كبرتوا على الحاجات ان انا اقول لك اد اللي هو بيجمع وسب اللي هو بيطرح. فسب هو اما بيطرح عادي كان عمليه طرح يعني. فديكريمنت سي ال كده، لو بصينا على السي ال، السي ال كنا احنا حاطينها باتنين في الاول فوق لما قلت لكم هنحتاجها بعد شويه، اللي هي دي. دلوقتي لما عملت الديكريمنت فالسي ال بقت بواحد. بعد كده بستخدم ام جامب، عندي اوامر جامب كتير، عندي جامب زيرو، جامب نوت زيرو، جامب كاري، جامب نوت كاري، جامب اوفر فلو، جامب نوت اوفر فلو، جامب اباف، جامب بلو. عندي اوامر جامب كتير هنشوفهم في اخر المحاضره. ولكن اللي يهمنا فيهم اكتر هتشوفه في التشيت شيت، الاسامي التشيت شيت هنزله مع المحاضره ديت. اللي يهمنا فيهم ان كل امر فيهم بيكون بيشتغل في حاله معينه، وكلهم بيعتمدوا على الفلاجز. يعني جامب زيرو بيقول لك هو زيرو فلاج بوان ولا لا. طب هو زيرو فلاج بيبقى بوان امتى؟ لو كانت اخر عمليه الناتج بتاعها زيرو. طب اخر عمليه كانت ايه؟ ديكريمنت سي ال. نرجع لزيرو فلاج، هل هو بوان؟ لا مش بوان، اصل السي ال كانت ب2 رجعت بقت بواحد، الناتج ده مش زيرو. اوكي، فهو بيسال جامب زيرو نيو جامب، نيو جامب دي فين؟ نيو جامب ده بيكون ليبل اللي احنا عايزين نتحرك له اللي هو دوت، يعمل جامب لدي للنيو جامب. هل هو بزيرو؟ لا مش بزيرو، يبقى مش هيعمل جامب وهيكمل الخطوه اللي بعدها. هنا هعمل موف اي اكس كوما ار في بلس 1، ده هنا هنحط فاليو في الاي اكس ونحط فاليو في البي اكس. تفتكر المفروض الفاليو ديت بيزد على الاري هتكون ايه؟ بالظبط احنا هنتحرك خطوه لقدام ونجيب الفاليو ديت زي ما كنا عملنا فكره الكاستنج قبل كده، بس المره دي لاني بتعامل مع وورد فانا مش محتاج كاستنج اصلا، انا هجيب الفاليو اللي بعدها على طول وخلاص. طيب حطينا فاليو في الاكس وبي اكس، يعني ده كله كلام مش مهم، ولكن كان الهدف عني ان ادخل بعد كده للخطوه بتاعه
جامب للليبل دوت اللي هو فوق، دي بنعتبرها unconditional jump. ده مش بكونديشن، ده انا بقول له جامب، يعني اول ما تاخد السطر ده هوب على طول غير الاي بي وخليه الفاليو اللي هنا. ايه ده؟ طب انا دلوقتي هغير الاي بي، هو انا محتاج ابوش الفاليو بتاع الاي بي عشان اعرف ارجع له؟ لا خالص، انا هنا بقى مش محتاج ابوش الاي بي، لان انا قلت له اصلا غير مسار البرنامج بتاعك، انا ما بقولوش روح اعمل كول وارجع لي. يعني مش يعني لما بقول بروسيجر بقول له روح نفذ الكود ده وارجع لي تاني، ولكن في امر الجامب لا خالص، ده انا بقول له اطلع على طول نفذ على اطلع الحته دي، انسى اللي احنا انت كنت فيه واطلع على الحته دي في الكود وابدا التنفيذ تاني، هيروح تاني وينفذ، وهنفضل في كل الكلام دوت لحد ما نوصل لنقطه ديكريمنت سي ال. السي ال كان فيها 1، لما هعملها ديكريمنت هتبقى زيرو. بص هنا بقى زيرو فلاج باب 1، ولان الزيرو فلاج باب 1 فعمليه الجامب المره دي هتتنفذ وهيطلع على نيو جامب ويهرب في الحاله دي من الانكونديشن جامب اللي كانت موجوده هنا. اصل لو انا حطيتها بالطريقه دي من غير ما اعمل الجامب اللي في النص، الكود ده كده هيفضل يلف فور انفينيتي. هنا انا قدرت اهرب من الانكونديشنال جامب واعمل كل بروسيجر 1 اتس اوكي، نفذ بروسيجر 1 ورجع تاني، عملت كل بروسيجر 2 نفذت بروسيجر 2 اللي هو برضه بيعمل عمليه ملهاش لازمه وعملت ريتيرن. اوكي كده شفنا العمليات دي. ندخل بعد كده على الماثيماتيكال اوبريشن. عندي الماثيماتيكال اوبريشن، اللوجيكال اوبريشن، وعمليات الشيفت والروتيت. لو بدأنا بالماثيماتيكال اوبريشنز فاحنا عارفين ان انا كان عندي امر اد وسكري، بالاضافه لكده في عندي امر سبتراكت. هنلاقي قدام كل امر انا بقول لك بالظبط الامر دوت ايكويفالنت لايه ماثيماتيكالي. يعني ماثيماتيكالي يعني لو انا قلت سب اي ال كوما بي ال، يعني انا كانه بقول له اطرح البي ال من الاي ال وحط الناتج في الاي ال. سب ويزبو ده كده زي اد وسكاري عكسها. هنا انا بطرح البي ال من الاي ال لكن كمان بطرح الكاري فلاج. اوكي طيب كده بالنسبه للاد والسب احنا عارفينهم. نيجي بقى للمالتيبلاي. المالتيبلاي دي بقى حدوته هي والديفيجن. اصل انا لما اجي احب اعمل مالتيبليكيشن، المالتيبليكيشن ده بيكون ما بين طرفين، احد الاطراف لازم يكون الاي، سواء الاي ال او الاي اكس. طب بيزد على ايه هيكون الاي ال ولا الاي اكس؟ بيزد على الحاجه اللي انا بعمل لها مالتيبليكيشن دي. يعني لو انا بعمل المالتيبليكيشن لحاجه 8 بت يبقى هو بيفهم تلقائي ان انا عايز اعمل لها مالتيبليكيشن باي اي ال. ايه ده؟ يعني ما ينفعش مثلا اضرب البي ال في السي ال مثلا؟ لا، الحاله دي لو عايز تعمل كده مثلا يبقى تاخد السي ال تحطها في الاي ال وتقول له مالتيبلاي بي ال. فانا هنا لما بدي امر مالتيبلاي بي ال هو من نفسه تلقائي فاهم ان دي بي ال دي 8 بتس يبقى انا عايز اضربها بالاي ال. لكن لو انا كنت قلت له مثلا مالتيبلاي بي اكس، بي اكس 16 بت، يبقى هو يفهم ان انا عايز اضربها في الاي اكس. طيب المالتيبليكيشن لو احنا رجعناه كده في الباينري، المالتيبليكيشن دايما بيكون ضعف عدد البيتس، يبقى مجموع عدد بيتس الطرفين. يعني انا لما هضرب 8 بت في 8 بت الناتج 16 بت، هضرب 16 بت في 16 بت الناتج 32 بت. طيب لو انا ضربت اي ال في بي ال ده 8 و8 الناتج هيكون اي اكس. طب لو ضربت الاي اكس في البي اكس 16 في 16 انا عايز 32 بت، بس ما عنديش ريجستر اصلا 32 بت. هنا بقى بتظهر اهميه الدي اكس انها دايما بتساعد الاي اكس في اي حاجه زي كده. هنا اللور بارت اوف ذا نمبر هيتحط في الاي اكس، والابر بارت اوف ذا نمبر بقيه ال 32 بت هيتحطوا في الدي اكس. ايه ده؟ يعني الرقم هيبقى متقطع على تو ريجسترز؟ اه يعني انا اعمل لك ايه يعني؟ ما عنديش ريجستر 32 بت يبقى لازم اتصرف. فهنا مالتي بلاي بي اكس بيكون الناتج بتاعها هنضرب الاي اكس لان البي اكس 16 بت، فهيضرب الاي اكس في البي اكس والناتج هيكون في الدي اكس والاي اكس. اوكي نلاحظ هنا ان انت لازم انت اللي تكستمايز كودك علشان الرقم احد الرقمين يكون موجود في الاي، وتبقى بقى اي ال ولا اي اكس. اوكي في الريجستر دي لان هو حافظها، امر ملتي بلاي حافظ الاي ال او الاي اكس. عكسها على طول الديفيجن. في الديفيجن لو انا قلت له ديفايد باي بي اتش،
زي ما بقولها كده ديفايد باي بي اتش. ايه ده، هو انا مين اللي هعمل له ديفيجن؟ الاي برضه سيادتك، ما هي الاي دي داخله معانا في كل مصلحه ليها علاقه بالحسابات. فلما بقول ديف بي اتش يبقى كاني بقول له ايه، ديفايد باي بي اتش، وانت من نفسك عارف ان انا هديفايد الاي اكس. طيب سواء انا هديفايد تمام على 8 بت او ديفايد على 16 بت، فهو هيكون عارف انه بيديفايد الاي اكس. الفرق بس في الديفيجن ان في الحاله الاولانيه الناتج هيكون في الاي ال والموديلس هيكون في الاي اتش، في الحاله الثانيه الناتج هيكون في الاي اكس والموديلس هيكون في الدي اكس. الديفيجن مش بيسبورت الايميديت مود، يعني ما ينفعش اقول له ديفايد باي 10. طب ما المفروض ماثيماتيكلي ينفع، يعني ايه المشكله لما انا اقول له يعني افهم كده معناها اني هقسم الاي اكس على 10؟ اه ماثيماتيكلي ينفع. انت قالت لا ما ينفعش، ليه؟ مزاجه. فقال لك انت ما ينفعش انك تستخدم الايميديت مود مع ام ديفايد. وكده نكون انهينا العمليات الحسابيه الاساسيه. نيجي بعدها لللوجيكال اوبريشن. اللوجيكال اوبريشن بتكون بيت وايز اوبريشنز، يعني تعالوا ما نشوفها كده. دي اول من المالتيبلاي والديف. طبعا احنا ما اتكلمناش في الارقام، هي في الاخر الارقام انت المفروض وانت بتتابع هتلاقي الارقام بتتغير واحنا شغالين هنا على الشمال. تقدر تراجع تعيد الفيديو وتشوف الارقام والحسابات وهي بتتم في الريجستر. تعالوا نكمل هنا الاي ال والبي ال. لما انا هقول له اند اي ال كوما بي ال، يبقى هو هيعمل الاندنج بين الاثنين دول بيت باي بيت ويحط النتيجه في الاي ال. يعني البيت الاولاني من البي ال الرايت موست بيت في البي ال مع الرايت موست بيت في الاي ال. سواء كنا بنتكلم عن اند عن او عن اكس او، اي حاجه من دول هيكون معناها انك تعمل بيت وايز اوبريشن بين كل بيت من هنا ومقابل ليها من هنا. طب وانا ينفع اعمل اند اي ال كوما بي اكس مثلا حاجه 16 بيت مع حاجه 8 بيت؟ لا ما ينفعش، نوت فاليد اصلا. فاحنا هنا مش بنقول لك يعني نوت ريكومند، لا ده نوت فاليد، يعني ما تعملهاش لانها مش هتنفع اساسا. لازم يكون ريجسترز زي بعضها. طيب ملحوظه صغيره، هو انا لو قلت اكس او اي ال كوما اي ال كده، الاي ال بعد الامر ده هيكون فيها ايه؟ فيها واحد هيقول لي ناتج الاكس اورنج بتاع الريجستر ونفسها. لا مش دي الاجابه اللي انا منتظرها. اكس او اي ال كوما بي ال بيكون بزيرو. طب اند اي ال كوما اي ال هيكون باي ال، ما هي كل بيت قدامها بيت زيها فهيكون ناتج ال. طب او اي ال كوما اي ال او الحاجه ونفسها هيبقى نفسها برضو اي ال. دي شويه حاجات كده لازم تبقى عارفها لانها بتكون تريكي، انها هتقابلك وانت متصور ان انا كده المعلومه مش عندي. لا هي الحقيقه المعلومه بقت عندك. طب انا لما بعمل عمليه اندنج كده بين حاجه ونفسها وانا عارف ان الناتج اني ما غيرتش حاجه، هل انت فعلا كده ما غيرتش حاجه؟ لا الحقيقه انت غيرت. غيرت ايه؟ فكر شويه كده. لما اعمل اند اي ال كوما اي ال من غير كده انا ما غيرتش الاي ال، بس هل انا فعلا كده ما غيرتش حاجه؟ ايه اللي اتغير؟ فكر شويه كده، وقف الفيديو حتى وفكر. بالظبط اللي اتغير الفلاج ريجستر، الفلاج ريجستر اتغيرت. ودي بتكون من التريكس اللي ممكن تقع فيها انك تتصور ايه ده، ما السيستم زي ما هو في حاله اهو. لا هنا الفلاج ريجستر اتغيرت، اصل لو الاي ال ما كانش فيها زيرو مثلا فالزيرو فلاج بقى بزيرو، لو كان فيها الزيرو انا عملت الاندنج مع نفسها بقت بزيرو، يبقى في ريجستر فلاج ريجستر اتغيرت. ودي ممكن يكون معتمد عليها شغل كبير بعد كده. طيب هنكمل بعد كده، خلصنا كده اللوجيكال اوبريشنز. في عندي بعد كده الشيفت وروتيت. هنحط في السي ال 3 عشان هنحتاجها بعد كده، وهنحط في الاي ال رقم بالباينري. المره ده هنحطه بالباينري عشان هنحتاج نبص عليه وهو بالباينري. عندي اوامر شيفت رايت شيفت ليفت روتيت رايت روتيت ليفت روتيت كاري رايت روتيت كاري ليفت. دول معناهم ايه؟ شيفت رايت عشان نشوف الموضوع دوت ونفهمه، تعالوا نفتح
الريجستر اهي ان باينري جنبنا عشان نشوفها، هنحتاج نظهرها هنا على جنب. اوكي ونبدأ نشوف. بص معايا كده على الاي ال، نلاحظ ان الاي ال فيها رقم ده. لما اقول له شيفت رايت اي ال كوما سي ال، السي ال فيها 3، دي معناها حرك لي الاي ال 3 بيتس ناحية اليمين وحط لي ناحية الشمال اصفار، يعني هتلاقي ان الاي ال ظهر هنا على الشمال 3 زيروز، وكل الكلام ده تعمله شيفت رايت شيفت رايت كده ناحية اليمين. اهو كده انا عملت لها شيفت رايت ب3. لو عملت لها شيفت ليفت ب3 ايه اللي هيحصل؟ عكس الكلام ده كله، هنعمل نفس الكلام ده، نعمله شيفت ليفت ونحط التلاتة ناحية الشمال، التلات اصفار ناحية الشمال. سؤال تريكي شوية، لو انا قلت شيفت رايت 4 اصل ما شيفت ليفت 4، هل انا كده مسحت الرقم ولا لأ؟ فكر شوية. بالظبط الرقم ما اتمسحش ولا حاجة، في نص رقم هو بس اللي طار. لما عملت شيفت رايت ب4 انا حطيت 4 اصفار على الشمال، وخدت الاربع بيتس اللي على الشمال من الرقم حطيتهم ناحيه اليمين. بعديها شيفت ليفت ب4، يبقى ال4 اصفار اللي انا كنت لسه حاططهم على الشمال شلتهم، ومسكت ال4 بيتس اللي كانوا على اليمين دلوقتي رجعتهم تاني على الشمال. يبقى هنا انا كاني عملت زيرونج للور نيبل، يعني عملت خليت اللور نيبل في الرقم بصفار. اوكي يعني كاني عملت اندنج مع زيرو اف زيرو. طيب ده بالنسبة للشيفت. بالنسبة للروتيت، روتيت بياخد الحاجة من اليمين، روتيت رايت يبقى ناخد من اليمين نحطها ناحية الشمال، روتيت ليفت يبقى ناخد من ناحية الشمال وندخلها ناحية اليمين. يعني أنا هنا لما أقول له روتيت بي ال كوما 3، تعالوا نشغل نفتح البي ال المرة دي، أنا مش عايز غير البي ال نفسها بس. أوكي سؤال ممكن الناس تسأله، البرنامج اللي أنا شغال عليه ده إيه؟ ده اسمه ال وين 8086 ايميوليتور، ده انا بستخدمه في الشرح، ما قلتلكوش عليه عشان تشتغلوا عليه لان في مشاكل كتير، مش معنى ان الحاجه شغاله عليه انها صح، ومش معنى ان مش شغاله عليه انها غلط. اوكي ده بس ايميليشن بيبقى شكله كويس بس وانا بشرح، لكن ما تكتبش كودك عليه، ودي نصيحه يعني. احنا بس بنتفرج على شكل الريجسترز فيه، لكن البرنامج ده مش اسمبلر كويس. اوكي نكمل. فالبي ال عندي هنا دي هعمل لها روتيت رايت مع السي ال. بصوا الرقم اللي عندي هنا في البي ال اللي هو 2 اصفار وفي الاخر 1، هعمل روتيت رايت مع السي ال 3 مرات، يبقى كاني خدت الواحد والصفين اللي جنبه ودخلتهم من الناحيه الشمال. اوكي اخدتهم كده، الرقم اتغير، روتيت رايت بي ال وسي ال، يبقى انا عملت ايه؟ عادي خلاص رجعت الرقم لاصله. اوكي ناخد بالنا ان مرات روتيت ما بتعملش حاجه في الرقم، يعني لو مسكت رقم 8 بيت وعملت له روتيت 8 مرات روتيت و8، يبقى ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه، الرقم هو زي ما هو. صحيح ما حصلش حاجه؟ لا هو بيحصل برضه في الفلاج. طيب هيبان لنا الموضوع ده ان عمليات الشيفت والروتيت بتاثر في الفلاج ريجستر. اوكي في عندي بعد كده روتيت كاري رايت وروتيت كاري ليفت. الكاري فلاج ده كده عامل زي ما يكون بيت بيتحشم معانا في كل شغلانه، يعني لما جه قال لك اد ويز كاري، قال لك يعني ايه رقمين عايشين مع نفسهم كده وبيجمعوا بيتجمعوا على بعض، قال لك وانا كمان عايز اتجمع معاكم، ودخل معاهم الجمع صب وسبو، رقمين بيتطرحوا من بعض وقال لك وانا كمان اتطرح خدوني معاكم. وديت ويز كاري نفس الحكايه، الكاري فلاج دخل معانا وعمل نفسه كانه البيت التاسع للرقم لو كان 8 بت، والبت 17 للرقم لو كان 16 بت. يعني الكاري فلاج دخل معانا في الحسبه دي، ايه ده؟ طب هو دخل من ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال؟ يعني وقف كبت تاسع من ناحيه اليمين من الرقم ولا من ناحيه الشمال من الرقم؟ مش هتفرق الحقيقه، مش هتفرق معايا لان انا في الاخر بلفف الرقم بروتيتو. اوكي فانا لما اقول له روتيت ويز كاري، الكاري هنا عندنا كان بكام؟ بواحد. بص معناها الكاري فلاج كان بواحد، وانا قلت له روتيت كاري رايت، دي معناها اني بقول له ايه؟ هات لي الارقام دي خدها من اليمين وحطها ناحيه الشمال، بس انا في كاري فلاج موجود، تقدر تقول انه موجود هنا موجود هنا مش فارقه، كانه موجود تحتيهم وهو بيلف يعني،
المهم ان انا هنا هيظهر معايا الوان ده هيدخل، لكن قبل كمان هيكون في الوان بتاعي كاي، يعني بدل ما كان عندي 3 وانز بقى في 4 وانز ظهروا لي. ايه ده؟ طب والكاي حصل في ايه؟ عادي، هو ما هو بقى بيت وسطهم، فزي ما بيتطبق على الروتيت اتطبق على الثمانية بيتس اتطبق عليه، والبيت اللي كان عليه الضوء انه يروح له راح له عادي، دخل في الكاري عادي خالص. روتيت كاري ليفت نفس الحكاية، بس بنمشي في اتجاه الشمال. اوكي، طبعا اي عملية روتيت وعكسها بيرجع لك الحاجة لأصلها، فهتلاقي الرقم يرجع لأصله والكاري كمان يرجع لأصله. اوكي، اصله هو في الاخير كان بيت في الوسط. تمام. بعد كده اخر حاجة معانا النهاردة في الكود الكومبارزون، امر كومبير سيم بي ال وبي ال، ده بالظبط زي امر صب، يعني اعتبره كانه امر صب الا انه مش بيخزن النتيجه في الاي ال. يعني هو بيعمل عمليه السبتراكت دي السبتراكشن وبيغير الفلاج ريجستر وبس، وما غير ما يحطش النتيجه. يعني كومبير اي ال وبي ال دي معناها ان لو الرقمين دول قد بعض وانا عملت بينهم كومبارزون، يبقى الناتج عمليه السبتراكشن هتكون بزيرو، يبقى الاي ال هتفضل برقمها زي ما هي بالفاليو اللي فيها، ولكن الزيرو فلاج هي اللي هتتغير وهتبقى ب 1. لو ما كانوش قد بعضيهم يبقى الزيرو فلاج هتبقى بزيرو، ولكن لاحظ ان لا الاي ال ولا البي ال في حد فيهم هيتغير او هيحصل في اي حاجه. الهدف بس اني بكون عايز اغير الفلاجز. ليه بحتاج اغير الفلاجز وكل شويه عمال اقول لكم يعني، والامر ده ما بيعملش حاجه الا انه بيغير فلاج، والامر ده مش عارف ايه بس بيغير فلاجز. اصلا الفلاج ريجستر دي اللي بيعتمد عليها كل انواع الجامب، زي ما قلنا من شويه عن جامب زيرو، جامب نو زيرو، جامب اوفر فلو، جامب 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 مش عارف ايه. فكل عمليات الجامب اللي هي بتماثل الاف والفو والوايل في بقيه اللغات اللي احنا بنسميها عندنا الجامبز، الجامبز دي كلها بتفرق معايا بحسب الفلاج. اوكي، وبعد كده هنا عندنا امر اند اي ال كوما اي ال، اند اي ال كوما اي ال الناتج بتاعها هيبقى ايه على طول كده؟ اي ال طبيعي. هنا هل الناتج ده بزيرو؟ لا، الاي ال مش بزيرو، يبقى الناتج مش بزيرو. بقول له جامب زيرو، على نيه جامب روح هنا. لو كان الناتج اخر عمليه بزيرو روح لنيه جامب. هل المفروض انه يروح ولا لا؟ هو الزيرو فلاج بزيرو ولا لا؟ لا مش بزيرو، يبقى المفروض يروح ولا لا؟ المفروض ما يروحش. ايه ده راح؟ طب راح ازاي؟ ببساطه ده السطر اللي بعديه، ففي كل الاحوال هيروح، مفيش اوبشن تاني. هو فعليا ما راحش، ولكن مش على السطر اللي بعده اللي هو برضه نيو جامب. راح نفذ بعد كده السطر عمليه الموف دي، وبعدين اخر امر معانا امر لوب. امر لوب ده بالظبط كاني عملت ديكريمنت سي اكس وجامب نوت زيرو على الليبل، يعني لما بقول له لوب نيو جامب يبقى كاني بقول له ديكريمنت سي اكس وجامب نوت زيرو على نيو جامب. ده بس بيكون اختصار عشان احنا لقينا ان السي اكس بنستخدمها كتير في عمليات اللوبس، زي ما شفنا كده في الاول لما حطيت في السي ال 2 وقعدت اقول له هل انقصها كل مره بواحد، كان السي اكس دي الكاونتر بتاعنا زي الاي في السي بلس بلس كده لما بتعمل فور لوب. اوكي، فهم اختصروها بامر لوب. هننفذ اللوب دي كده 3 مرات لحد ما السي اكس تبقى بزيرو، وبعد كده اديت هولد وكده البرنامج خلص معانا. طلب النهارده احنا شفنا الاسمبلي، شكل البرنامج بتاعه، شكل الميمو، ازاي بنعرف الفاريبل، ماثيماتيكال اوبريشن جمع وطرح وضرب وقسمه، لوجيكال اوبريشن اند او اكس او، شفنا الشيفت وروتيت، شفنا التعامل مع الاريز، وشفنا هاو تو كول بروسيجر وايه معنى ان البروسيجر يبقى فار او البروسيجر ده يبقى نير، شفنا ازاي تحدد الموديل بتاع البرنامج بتاعك. والى اللقاء في المحاضرة القادمة.